خوتنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده مع محمد السباعي. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، على البارطاج، على الكلام الجميل اللي كنلقاوه دائما في لي كومونتير ديالكم. شكرا كذلك على انكم مشاهمين معنا في الحمله ديال وصول هذه القناه الى 100,000 مشترك. 6 أشهر من العمل اليومي، 6 أشهر ولله الحمد، عبر طاقم يعني لا نقول عنه محترف ولكنه طاقم يتعلم ان شاء الله من اجل اننا نوصلوا للمستوى اللي بغيتو، قربنا ل 100,000. بالمناسبه الا مشيتوا للمنتدى عندنا فحاطين واحد المنشور عليه، يعني جميع الاسئله ديالكم غادي ندير واحد الحلقه خاصه للاجابه عليها. الحلقه ديال اليوم غادي نتكلموا فيها على جوج ديال المواضيع. الموضوع الاول متعلق ب يعني طرد كذبون اليوم يطرد مسؤولة مهمة داخل الدولة الجزائرية بسبب المغرب. كذلك غادي نتكلموا على الهجوم المستمر لوكالة الأنباء المغربية أو وكالة الأنباء الجزائرية عفوا على المغرب، وكذلك يعني صبح مساء يعني مقالات يومية حول الأوضاع الاجتماعية في المغرب والغلاء وكذا وكذا، كأنها تريد لتقول الشعب الجزائري ديالها راه ماشيش غير في الجزائر كاينة الأزمة، راه حتى في المغرب كاينة الأزمة، حنا غادي نطلعوكم المقلة الثقلة ونهبطوكم الشوية تشواو دائما بالأدلة بالصور، وكنغامروا أقولها لكم وأعيدها، كنغامروا في هذه القناة بنشر دي فيديو يعني فيديوهات أخرى اللي تعرضنا لي يعني للاخطار، يعني ممكن القناه ديالنا تمشي لهذا راه المهم. راه بداو كيجونا بعض الانذارات وبعض التحذيرات باش يعني اننا نديروا واحد القناه احتياطيه، راه الرابط كاين لتحت، ما غتخسر والو الا دخلتي ودرتي واحد الابوني، وكذلك الصفحه ديالنا على الاقل الا مشات لنا هذه القناه. نتلاقاو فين غادي نتلاقاو مره اخرى، نمشيو للتفاصيل ديال هذه الحلقه. اللهم كفر استاذنا نسير بنساء ورجال. مع محمد السباحي. خذنا تحيه مجدده. وكاله الانباء الجزائريه كما قلنا لكم ديجا صباح وعشيه كتنشر لنا اخبار عن المغرب وعن الوضع الاجتماعي عن المغرب وعن الاحتجاجات داخل المغرب ضد الغلاء وضد الاسعار وكذا 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 وكذا، يعني مع يعني وكالة الاخبار ديال اي دوله اللي هي وكاله الانباء اللي كتكون يعني المتكلم الرسمي باسم الدوله وكتنشر لنا اخبار ديال الدوله ديالها، كنلقاوها يعني كتكلم شي امور اللي ماشي سوقها، ماشي شغلك انك تتكلم في الغلاء في المغرب وكذا وكذا. حنا دائما راه ملي كننشر لكم شي فيديو يخص الطوابير عندكم ولا يخص ازمه اجتماعيه عندكم، ردا على مقال معين جاي من وكاله الانباء الجزائريه، يعني كنجبد المقال هو الاول ديال وكاله الانباء الجزائريه ومنه كنطلق باش نفضح الداخل ديالكم اللي ما قدرتش هذه وكاله الانباء الجزائريه تنقلوا وما عندهاش الجراه باش تنقلوا وتابعه غير المغرب. اليوم بغيتوا تغطيوا على الازمه الاجتماعيه اللي عندكم بتصوير ازمه اجتماعيه في المغرب. اليوم بغيتوا تنسوا المواطن الجزائري في المشاكل ديالو بخلق جبهة خارجية وصراع مع المغرب. اليوم كذلك بغيتوا تزيدوا مباراة كرة القدم وشغلتوهم صبح مساء، يعني المواطن الجزائري اليوم ما بقاتش همته طوابير وغلغلة، كيتسنى الماتش واش غادي يتعاود ولا ما يتعاود. واليوم كنشوف الجزائريين كلهم اليوم الخميس كيتسناو القرار، وانا كنقولها لكم من هنا يعني قبل اصدار القرار راه الماتش ما غاديش يتعاود، وكون اكيد الماتش ما غاديش يتعاود بلا ما تبقاو مدوخين. المقال هو ديال وكالة الأنباء الجزائرية كتقول المغرب الدعوة لتنظيم وقفات احتجاجية استنكارا للغلاء الفاحش والقمعي الممنهج لمختلف الفئات الشعبية. الخبر كما كتشوفوا معنا نزل البارح 24 فبراير مع 5:30 ديال العشية. مزيان 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 مزيان، خليك معنا. وكما قلت لك راني كنغامر دائما بنشر لي فيديو، وغادي نوري لكم شي فيديوهات صادمة جدا غير مسبوقة في العالم، أقسم بالله العلي العظيم ما بحثت كثيرا في إثيوبيا وفي الدول التي كانت تشهد مجاعات من قبل على فيديوهات مماثلة ولم أعثر عليها.
تخطت هذه الدولة خطة يعني هبطت على عتبة المجاعة وجاية اليوم كتكتب لنا على المغرب. أنا غادي ننطلق من هذا المقال وغادي نمشي نجبد لكم هذا الفيديوهات التصاور اللي هي فيديوهات خطيرة جدا وفيديوهات جديدة من هذا ما هو في هذا الأسبوع لما هو في هذا الشهر. خليكم معنا، ولكن قبل ذلك بغيت نقول لكم واحد الخبر حتى هو مهم يتعلق بالمغرب. وكالة أو الخطوط الجزائرية لحت واحد المنشور، هذا المنشور هو هذا كما كتشوفوا معنا، منشور: فخورة بماضيها المجيد والمزدهر بآثارها الإسبانية المغربية وطابعها الأندلسي، تلمسان مدينة الفن والتاريخ الملقبة بلؤلؤة المغرب العربي، برنامج رحلتنا من الجزائر إلى تلمسان كذا كذا كذا. هذا المنشور خلق ضجة في ظرف ساعتين، يعني بعد النزول ديال هذا المنشور ساعتين خلق بلبلة داخل دوالب الحكم ديال الكبرانات. حنا المغاربة كنقولوا سنوات هذه تلمسان مغربية، وهما كيمشيو كيقول لك لا وجدة جزائرية، وكيجي موقع رسمي تابع للدولة الجزائرية اللي هو ديال الخطوط الجزائرية وكينشر وكيقول بأن تلمسان مغربية. هذا الخبر وهذا المنشور أصدم لك الكراغلة واحد الصدمة في ساعتين. بعدها تحركوا التليفونات، تحركت الحيحات، تحركت الروينة، كيبدلوا هذا المنشور بهذا المنشور، يعني بدلوه: فخورة بماضيها المجيد والمزدهر، تلمسان مدينة الفن والتاريخ الملقبة بلؤلؤة المغرب العربي، برنامج رحلاتنا كذا كذا كذا. شفتوا معنا، شفتوا معنا شنو 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 فين وصل بالكراغلة، فين وصل يعني هاد الحمامة قاد فين وصلوا بسرعة الموديفيكاسيون، بسرعة موديفيو المنشور لأنه يسيء إليهم ويسيء كذلك للأكاذيب التي يروجونها. أسيدي راه تلمسان راه مغربية، شئتم أم أبيتم راه مغربية، والتاريخ ديالها يقول وأنتم تقولون وكل شيء شاهد على ما نقول وما يقول الآخرون. إذن غادي نجبد لكم واحد من برنامج تلفزي وثائقي جزائري سبق لي الداع على التلفزيون الجزائري، وتكلم يعني ملي كانت الامور صافيه شويه والخواطر صافيه، وكانوا يقولون بان تلمسان لها جذور مغربيه. نخليكم تستمعوا. تلمسان من اهم المدن الجزائريه غنى من الناحيه الاثريه، بل انها تمثل بحق متحفا للاثار الاسلاميه لازهى عصور الفن الاسلامي الاندلسي المغربي، وإن أول ما عرف من بناء يمكن أن يعتبر اللبنة الأولى لمدينة تلمسان هي بوماريا أو أجادير، التي قدم إليها إدريس الأكبر في القرن الثامن الهجري فأنشأ بها مسجدا، فكان هو أول مسجد أنشأ في تلمسان. ولقد عثر على المسجد المذكور خلال الحفريات التي أجريت بناحية أجادير في شهر ماي سنة 1973، هذا إلى جانب المئذنة التي ما زالت تتحدى الأيام، تلك المئذنة المعروفة بمئذنة أجادير. في القرن الحادي عشر الميلادي أسس الخليفة. إذن ها هو باعتراف ديالكم بأن المدينة أسست من طرف إدريس الأكبر، هو إدريس الأول المغربي وحكم المغرب، وكذلك تعترفون بأن الأكادير أو المخزن الذي نسميه نحن في المنطقة السوس بالمخزن يعني واجد على تلمسان وشاهد على الآثار المغربية هناك. هذا برنامج سبق الداع على التلفزيون الجزائري، ويعني الأخبار راكم سمعتوها. وبسبب هذه التدوينة كينوضة سيدي كدبون، وكذلك يعني الزمرة الحاكمة في الجزائر بطرد مديرة التسويق في الخطوط الجوية الجزائرية وفسخ العقد مع الشركة المكلفة بالتسويق لسبب بسيط، لأنها قالت آثار تعتز ب يعني آثارها المغربية الأندلسية. عجيب جدا لهذا، وليتو كترفضوا المغرب. المغرب راه الثقافة الذاكرة ديال المدينة، إلا بغيتو تمسحوا المغرب
من هذه الثقافه والذاكره ديال المدينه، مسحوا المدينه كامله، ريبوها وعاودوا بنوها من جديد وسموها شي اسميه اخرى. اما الاثار والثقافه والتاريخ والذاكره المغربيه داخل تلمسان وكذلك المدن الحدوديه اليوم ما بين المغرب وما يسمى بالجزائر، كلها مدن لها ارتباط مغربي وثيق. نمشيو لهذا المقال ديال وكالة الأنباء الجزائرية اللي تكلمت لنا حول الغلاء وكذا في المغرب. أقولها دائما ونقولها دائما، الموجود موجود والخير موجود والمواد الغذائية فيما مشيتي كاينة، ما كايناش عندنا أزمة. الحليب فيما مشيتي كاين ولله الحمد، اللهم زيد وبارك. الزيت كاين، الدقيق كاين، بطاطا كاينة، الحوت كاين، الحمد لله كلشي كاين، دخل غير بفلوسك. نعترف كاين غلاء ديال الأسعار كما كاين في العالم كله لظروف عالمية اقتصادية نفهمها ونعرفها جميعا. إذا ما كاين لاش اليوم تجيو أنكم تعطونا الدروس، عكسكم أنتم اللي ما كاينش الموجود، ما كاينش، الناس بغاو وما كاينش. الدجاج اللحم الدجاج عندكم لمن استطاع إليه سبيلا، اللحوم لمن استطاع إليه سبيلا، بل لحم الحمير اليوم اللي جتو من النيجر وكتذبحوه من المواطنين الجزائريين حتى هي لمن استطاع إليها سبيلا. تصوروا أنها في الجزائر الجديدة، في الجزائر التي يقول عنها تبون القوى الضاربة، أصبح فيها لحم الحمار غير متاح للجميع، أصبح اليوم عظام الحمار تباع بالمزاد العلني. اي يا سيدي، اللحم ديال الحمار ولا كيتباع بالمزاد العلني. ودائما كما كنقولوا لكم نقروا لكم الفيديو صوتا وصوره، ورجاء ان راه حنا كنغامروا بهذه الامور. هبطوا معنا القناه الاحتياطيه الاخرى، ديروا ابوني. ها هو 10 بربي 10 بربي 10 محمد محمد سكر سكر محمد بيوت مالو هذا المشمش وش شريت يا محمد؟ وش شريت؟ غزالة موسى وش شريت؟ وش شريت؟ يلا هاي بيوت وش شريت؟ شراك رعين حراش حراش 20 20 قاعد يروح يشوف روحه بعد 20 ياك تحت 20 لا اله الا الله محمد رسول الله. شفتوا على عينيكم كيفاش اليوم لحم الحمار او عظام الحمار تباع بالمزاد العلني، وكيبان من هاد الناس انهم من ساكنه الجنوب. الجنوب اللي كنقولوا لكم هذاك هو الجنوب المحتل، لان الجزائر والله ما كتعتبر بان هذيك البلاد بلادها، كتعتبر بانه غدا ولا بعد غدا تنفصلوا عليها، لانها منطقة إما تابعة للأزواد، إما منطقة تابعة لليبيا كانت تاريخيا، إما منطقة تابعة للمغرب تاريخيا. كيهزم عندكم الغاز والنفط وما جادت به جاد به الله عز وجل في الأرض، ويمشيو ينقلوه للكونطات لي كونط ديالهم لي بونكير، وكيمشي يمولو بهم البوليزاريو، وكيخليكم نتوما كتفاتنوا على العظام ديال الحمد الحمير. لا اله الا الله محمد رسول الله. صوره مدله جدا. كاينه صوره اخرى غادي نجيبها لكم فيديو اخر ديال واحد المراه مسكينه، مراه جزائريه كتصور يعني الشهيوات ديالها ديال الكوزينه. هي مسكينه بغات تعطي واحد الحلول للنساء امام غلاء ديال الدجاج ولحم الدجاج وعدم استطاعه يعني الجزائريين انهم يتقداو الدجاج كاملين. الور الحل هو انك تمشي تشري دجاجه كبيره شارفه يعني كبيره في العمر اللي ما كطيبش دغيا، وتسلقها في الماء، وهذاك الماء يعني تعاود طيب به اكلات اخرى، وهذيك الدجاجه تعاود تكونجليها مره اخرى باش تستعملها الغد ليه. ولا راه هاد الشيء راه ما شفتوش، هاد الصوره ما شفتها في حتى شي بلاد. لا اله الا الله، ما شفتهاش في شي بلاصه. نخليكم مع الفيديو ديال السيده، هي مسكينه كتشرح يعني بنيتها، ولكن ما وراء الصوره الف تعليق.
كما راكم تشوفوا ولادي العزاز طميت طميت شري دجاجه. هذه الدجاجه لازم تكون شارفه كبيره على جدي، وتحطيها في الماء تاعك وتخليها تغلي تغلي هكذا، ومن بعد الماء هذا تمرقي به كاع واش عندك ماكله. والدجاجه كل يوم تحطيها في بنفس الطريقه كل يوم كل يوم حتى تكملي 30 يوم. نهار العيد تكون طابت لاخاطش كبيره بزاف، عيطي لافامي تاعك، عيطي لحبابك صحابك اللي تعرف فيهم قراب ليك، وقسموها طرف طرف وشهية طيبة إن شاء الله. ها شبان لكم السي وكالة الأنباء الجزائري اللي تابع الغلاء في المغرب والاحتجاجات في المغرب. لا إله إلا الله، سيري شوفي غير كشينتكم شنو كاين فيها. خوتنا هذا الفيديو هذه الحلقة ديال اليوم خاصة تنتشر، خاصة توصل لهذوك الناس اللي في وكالة الأنباء الجزائري، خاصة تبارطاجها على أكبر نطاق باش هذوك الناس اللي فوق هذوك توصلهم يوصلهم هذا الفيديو، لانهم غادي يضرهم بزاف وغادي يكسحهم بزاف باش يشوفوا المغاربه راه مطالعين وعارفين شنو كاين، وراه ما نجبدوكم الا ما جبدتونا، راه ما غاديش ننقلوا هذه الصور الا بديتو كتكلموا علينا. وعندنا الخزانه ديالنا موجود فيها صور اخرى وفيديوهات اكثر فظاعه من هذا الشيء اللي شفنا، ولكن النهار يتعاودوا تزيدوا تجبدونا غادي نعاودوا نجبدوا تاعنا. خدنا ما تنساوش ابوني اشتراك تفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.